جاء عند البخاري أن خباب بن الأرت رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه عند الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من كان قبلكم كان يحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيفرق ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه الحديث. وذلك لأن فعل الإكراه في حالة ضعف المسلمين فيه مفسدة عامة، فلو أجيز هذا لجميع المسلمين في أول الأمر لما ظهرت شعيرة من شعائر الدين، وفي هذا تأثير على الدين.